أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ستعمل بشكل فوري لاتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطبيق الحزمة الاجتماعية العاجلة. ثمن مدبولي خلال ترأسه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء القرارات المهمة التي وجه بها الرئيس السيسي لتنفيذ أكبر حزمة حماية اجتماعية عاجلة بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارا من شهر مارس المقبل، لافتا إلى حرص الرئيس وتوجيهاته المستمرة للحكومة بالعمل على بذل أقصى الجهد لتخفيف عن كاهل المواطنين والسعي الدائم لاحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والتحديات الاقتصادية العالمية، وكذا التقليل من حدة تأثيراتها الداخلية. في سياق آخر، جدد رئيس الوزراء التأكيد على استمرار مختلف أجهزة الدولة في اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات من شأنها أن تسهم في توفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة، بالإضافة إلى جهود ضبط الأسواق تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة حماية عاجلة للقيمة 180 مليار جنيه اعتبارا من الأول من مارس المقبل، تتضمن زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية. كما وجه الرئيس السيسي بتبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وشملت الحزمة زيادة في المعاشات بنسبة 15% لنحو 13 مليون مواطن. الانحياز للمواطن هو العنوان الأبرز للقرارات التاريخية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي موجها بتنفيذ أكبر حزمة حماية اجتماعية على الإطلاق. حزمة الحماية الاجتماعية التاريخية تستهدف تخفيف أعباء المعيشة على المواطن بشكل عاجل واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية. توجيهات القيادة السياسية جاءت من واقع إدراك القيادة لحجم التحديات والأعباء التي تقع على كاهل المواطنين في ظل التحديات العالمية التي انعكست على مصر من موجات التضخم. ردود الفعل من الجهاز التشريعي والنخب السياسية جاءت مرحبة بحزمة الحماية في سياقات التوقيت والحجم الضخم، فالعائلة المصرية خاصة من محدود ومتوسط الدخل على بعد أيام من شهر رمضان المبارك، كما أن قرارات الحماية الاجتماعية تأتي في وقت تعاني فيه أغلب دول العالم من ارتفاع الأسعار نتيجة لنقص المواد والأزمات والصراعات الدولية. وصفت قرارات الرئيس السيسي بأنها طوق النجاة للأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل، حيث إن القرارات جاءت لتحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة وأنها تشمل زيادة معاش، تكافل وكرامة، مما يؤكد انحياز الرئيس السيسي للمواطن البسيط وحرصه على التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين لمساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. اتحاد عمال مصر من جانبه ثمن قرارات الرئيس السيسي وقال إنها تساهم في تخفيف أعباء الحياة لعمال مصر، مؤكدا أن الدولة المصرية تتحمل الكثير من الأعباء الاقتصادية مناصفة مع المواطنين، بل إن الحكومة تسعى جاهدة إلى تحمل الجزء الأكبر من العبء الاقتصادي وتخفيف ما يمكن تخفيفه عن المواطن. قرارات الرئيس السيسي تأتي بحزمة حماية اجتماعية عاجلة انطلاقا من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف العالمية الحالية. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. مرحبا بك سيادة النائب. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك سيادة النائب مصطفى سالم. يعني قرارات في غاية الأهمية في هذا التوقيت المهم في مصر لتخفيف الأعباء عن المواطن المصري. 180 مليار جنيه تضاف عبء جديد على الموازنة العامة للدولة، كيف سيتم تدبيرها خلال يعني أقل من شهر، لأنها ستطبق بدءا من الشهر القادم بإذن الله؟ خلينا نتفق أن قرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني جاءت في وقت مناسب جدا. دائما السيد الرئيس يفضل التدخل للوقوف في صفوف المواطنين، هذه
القرارات تؤكد على التفاعل الدائم ما بين السيد الرئيس والشعب وشعوره الدائم بصعوبه الاوضاع الحاليه اللي بيواجهها المواطنين. السيد الرئيس تحدث في عده مناسبات عن الصعوبات الاقتصاديه والمعيشيه الحاليه، ووجه الشكر اكثر من مره للشعب المصري على صموده ووقوفه يعني خلف الدوله المصريه وتحمل كل التحديات الناتجه عن الظروف العالميه. احنا مرينا بفيروس كورونا، الحرب الروسيه الاوكرانيه، الاوضاع في غزه، الاوضاع الاقليميه الغير مستقره، ده كان ليها تداعيات بشكل كبير على اسعار المواد الغذائيه، على معدلات التضخم، على سلاسل الشحن، النقل، الطاقه، الفايده، كل ده اثر بشكل كبير ورفع معدلات التضخم على مستوى العالم. واحنا طبعا مصر جزء من العالم، تاثرنا يعني الارتفاع الكبير في الاسعار. توقيت المناسب جدا لان احنا ارتفاع شديد في الاسعار، داخلين على شهر رمضان، كل عام والشعب المصري جميعا بخير. فكان دائما السيد الرئيس يتدخل في الوقت المناسب. هذه الحزمه من القرارات تكلفتها 180 مليار جنيه. اليوم يعني تم عرض ثلاثه قوانين، هيتم الحكومه هتتقدم بثلاثه قوانين: قانون العلاوات الاستثنائيه في المرتبات، قانون زياده المعاشات، قانون زياده حد الاعفاء الضريبي. من المفترض طبقا لما ذكره لنا بالامس السيد وزير الماليه ان يتم عرض مناقشه هذه القوانين اليوم لاحالتها لمجلس النواب، اذا استطاعت الحكومه ان تقدم هذه القوانين لمجلس النواب الاسبوع القادم. سيتم مناقشتها في جلسات الاسبوع القادم بعد احاله القوانين للجنه الخطه والموازنه ولجنه القوى العامله لاقرارها وتنفيذها من اول مارس طبقا لتوجيهات السيد الرئيس. يعني هذه الزيادات سوف تسري على كافه الاداريات الوظيفيه وعلى جميع العاملين طب في الدوله. لا سياده النائب، يعني نقطه مهمه هنا هي كل العاملين في الدوله من المفترض ان يستفيدوا بهذه القرارات. نتحدث عن عاملين بالدوله، عن هيئات اقتصاديه، هيئات ذات طبيعه خاصه. بالنسبه للهيئات الاقتصاديه وذات الطبيعه الخاصه، هل هم ملزمون بتطبيق نفس ما جاء نصا في قرارات رئيس الجمهوريه ام يترك الامر لشان داخلي لهذه الهيئات؟ من المفترض ان تلتزم الهيئات العامه والشركات وحتى الشركات الخاصه، من المفترض ان تلتزم يعني بما يصدر من قوانين المجلس الاعلى للأجور، عليها أن يمارس دوره لمتابعة تطبيق هذه القوانين في الهيئات العامة والجهات العامة وقطاع الأعمال العام حتى في القطاع الخاص. ولدينا قطاع خاص يعني مشهود له بالوطنية دائما والالتزام بالقوانين وتوجيهات الدولة. المجلس القومي للأجور عليه أن يتابع تطبيق تلك القرارات حتى على القطاع العام والشركات والقطاع الخاص. هناك نقطة مهمة أيضا، أن الزيادات الخاصة بعلاوات المعلمين وأعضاء هيئة التدريس والمهن الطبية، هذه الزيادات تضاف إلى الزيادات الطبيعية التي يتمتع بها جميع العاملين في الدولة، يعني وليست من ضمن هذه الزيادات. الدولة متجهة حاليا للاهتمام بالتعليم والصحة، فعشان كده بتميز العاملين الكوادر في المعلمين والكوادر الطبية وأعضاء هيئة التدريس. أيضا موازنة العام القادم سيطلق عليها موازنة التعليم والصحة نظرا لاهتمام. طب سيادة النائب، يعني هناك أيضا بعض الهيئات لم تستفد بعد ببعض العلاوات التي صدرت في الماضي، هل يؤخذ ذلك في الاعتبار الآن بما أننا في مرحلة فاصلة في يعني الزيادات بالنسبة للمواطنين، يؤخذ ذلك في الاعتبار عند اتخاذ قرارات وتشريعات في مجلس النواب؟ من المفترض يعني أن يتم تطبيق القرارات التي تصدر من الدولة، ومن المفترض أن المجلس القومي للأجور كما يعني ذكرت عليها أن يقوم بمتابعة تطبيق هذه القرارات، ومن لم يلتزم من الجهات أو الشركات بتطبيق هذه القرارات على المجلس القومي للأجور يعني اتخاذ الوسائل والتدابير اللازمة لتنفيذ هذه العلاوات، لأن الوقت مش محتمل. يعني في زيادة كبيرة في الأسعار، في ارتفاع في معدلات التضخم، يعني الأمور صعبة والأوضاع الاقتصادية صعبة، فعلى الجميع سواء كان قطاع خاص أو قطاع عام أو شركات أن تلتزم بتطبيق هذه القوانين. في شهر أكتوبر الماضي نتذكر صدرت يعني حزمة، مجموعة من القرارات، حزمة قرارات اجتماعية، وكانت تكلفتها 80 مليار جنيه. هذه الحزمة تكلفتها 180 مليار جنيه، ما يخص العام المالي الحالي أربع شهور مارس وأبريل ومايو ويونيو. هيتحمل الموازنة الحالية منها حوالي 40 مليار بالإضافة لل 80 المليار السابقة، يعني حوالي 120
طيب سيادة النائب جنيه. يعني سؤال أخير فقط فيما يتعلق بالقطاع الخاص، هل هناك من الدولة توجيهات معينة لأصحاب الأعمال بالالتزام بزيادة أيضا لموظفي القطاع الخاص والعاملين في المحلات، ويعني فئة كبيرة من الشعب لا تتبع يعني هذه القرارات، هل من توجيهات لأصحاب الأعمال؟ طبعا المجلس القومي للأجور كان بيتابع تطبيق القرارات يعني السابقة في يعني احنا العامين الماضيين كان في 6 حزم اجتماعية صدرت من بناء على توجيهات السيد الرئيس، 6 حزم اجتماعية وتغيرات في الأجور وراحت الأدنى وحد الإعفاء الضريبة وخلافه. المجلس القومي للأجور كان بيتابع ده، وأي شركة أو أي جهة غير ملتزمة كان بيسعى يعني لتطبيق القوانين عليها والتزامها بده. أنا عايز أؤكد على نقطة أخيرة قبل ما انهي المداخله، ان بالتوازي مع هذه الحزمه من القرارات يعني على الاجهزه الحكوميه واجهزه الدوله الرقابيه ان تقوم بمراقبه الاسواق بشكل مكثف، ان تضبط الاسواق حتى لا تلتهم هذا شأن يعني نعم بس هذا شأن هذه السيادات. نعم نعم اشكرك شكرا جزيلا سياده النائب مصطفى سالم وكيل لجنه الخطه والموازنه بمجلس النواب. تتضمن الحزمة الاجتماعية التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذها عددا من البنود الهامة تستهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين. هذا وأشاد المواطنون في المحافظات بحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي. بصراحة أنا سعدت جدا اليوم بقرارات السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي وباجتماعه مع رئيس الوزراء فخامة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومع وزير المالية، حزمة جديدة لتخفيف أعباء الأسرة عن الأسرة المصرية. حاجة مشرفة بجد ان يرفع المعاشات 15% عشان يرفع الكاهل على المواطن. احنا بجد تعبنا الفترة اللي فاتت والحمد لله ان هو السيد الرئيس بس بنظرة الاب لابنائه، ودي حاجة فعلا حاجة كويسة انه يرفع رفع الاجور للموظفين من 1000 جنيه من 1000 ل 1200 حسب الدرجه بتاعته. جميع يعني ان شاء الله تشمل القرار شامل الجميع، منها المعاشات، منها التربيه والتعليم، الاطباء، الاسر المحدوده الدخل، محاوله تامين تخفيف الاعباء عن المواطنين. أهلا بكم من جديد، لازلنا نتابع مع حضراتكم حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي. دكتور، بعد التحية، أهمية القرارات المهمة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا التوقيت للتخفيف عن المواطنين؟ من الحمايه الاجتماعيه بتقدر 180 مليار جنيه. تمام. طبعا الحزمه دي لقت في الشارع المصري الحمايه تقريبا بتمس شرايح المجتمع.
في 74 مليار 13 مليون مواطن زياده طلب الاعفاء الضريبي عن الاجهزه من 45 الف جنيه الى 60 الف جنيه، وده رقم كبير جدا بالنسبه لنا اللي احنا دكتور مصطفى حك لو تسمعني، يعني محتاجين يعني نتحرك علشان وضوح الصوت. بسأل حضرتك مرة تانية عن أهمية القرارات المهمة اللي أصدرها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا التوقيت بالنسبة للتخفيف عن كاهل المواطنين. هو بكل تأكيد طبعا فخامة الرئيس بيحاول يساند المجتمع المصري عن طريق حزمة كبيرة جدا من الدعم لحماية المجتمع من الآثار التضخمية اللي حدثت خلال العام الماضي. صحيح. السيد الرئيس طبعا الحزمة دي تعتبر من أهم الحزمات المالية بتقدر ب 180 مليار جنيه، لها صدى كبير جدا الحمد لله من الأمس حتى النهاردة في الشارع المصري والكل الشرايح والقطاعات. طبعا بتعتبر زيادة 50% في الحد الأدنى للأجور، في رفع الإعفاء الضريبي للعاملين بكل أجهزة الدولة من 45 ألف جنيه ل 60 ألف جنيه، شايفين في زيادة طبعا في المعاشات بحوالي 74 مليار جنيه. كل ده النهاردة الدولة بتهيئ المجتمع المصري كانت لمواجهة التضخم. فأعتقد أن السيد الوزير السيد رئيس الجمهورية اختص السيد وزير المالية باستقطاع جزء من الموازنة لدعم يعني المواطنين يا فندم. صحيح. التكلفة اللي بتتحملها الدولة في هذا التوقيت رغم الأوضاع العالمية يعني، وطبعا برامج الحماية الاجتماعية دايما بتلعب دور كبير في دعم المواطنين. هو طبعا بكل تأكيد خلينا نقول ان نظرا للظروف الاقتصادية العالمية والمؤثرة علينا تأثير كبير، السيد الرئيس وجه ان يكون في مساندة من وزارة المالية عشان تساند يعني الغلاء اللي لحق بمستويات الاسعار على العام الماضي. الحزمه بتعتبر 180 مليار جنيه، رقم مش قليل، رقم كبير. صحيح. زياده في اجور العاملين والهيئات الاقتصاديه، كل ده النهارده مسانده او دعم كبير من الدوله للمجتمع المصري، خاصه في التوقيت الحالي اللي هو قبل دخول يعني شهر رمضان الكريم، وده كمان الحمد لله قبل كمان اعتماد الموازنة اللي هي بتعتبر في 1/7 القادم. ففي تصور وفي ارتياحية كبيرة جدا من المجتمع المصري ان في تواكب دايما في تحسين مستويات الدخل للأسر وللمجتمع المصري عن طريق الدعم او طريق الحزم الحماية الاجتماعية اللي بيقدمها السيد الرئيس ووزارة المالية للدولة المصرية. حينما تضع الحكومة برامج الحماية الاجتماعية ويكون لها دور كبير طبعا في دعم المواطن، يعني هذا بيؤكد أنه المواطن يعد أولوية أولى لدى الحكومة رغم كل الجهود الكبيرة اللي بتبذل في مشروعات اقتصادية كبيرة. هو خلينا أقول لحضرتك أن من أهم برامج الحماية الاجتماعية الأولوية الأولى دايما عند فخامة الرئيس، يعني دايما السيد الرئيس بيولي أهمية كبيرة جدا للمواطن المصري حتى في لقاءاته في الشارع ولقاءاته العادية اللي احنا بنشوفها كل يوم جمعة، بيولي اهتمام ان هو يستمع للمواطن المصري، يتعرف على المشاكل، يتعرف على الوضع المجتمعي في يعني على أرض الواقع. علشان كده دايما بنشوف مثلا برنامج حياه كريمه، برنامج من اهم البرامج اللي بتقوم بيها الدوله. صحيح. بيمس القرى، بيمس المواطنين في الارياف والنجوع. ده امر في غايه الاهميه، ولكن النبادي الامر اكبر علشان بيمس الدوله المصريه كلها، ونعلم جيدا ان التضخم بزيادته اللي هي الفتره السنه الماضيه دي، اعتقد كان السيد الرئيس رفع المرتبات ورفع الاجور قبل كده وعدلها في الموازنه اللي هي بتنتهي في 30/6 القادم. ولكن الحمد لله النهارده يعني في شهر فبراير برضه قبل الموازنه رفع الحزمه التمويليه للحمايه الاجتماعيه. ده بيواكب يا فندم المتغيرات العالميه والتأثيرات على يعني تأثيرتها على المواطن. بالتأكيد. وده دايما الاولويه اللي السيد الرئيس بيحرص عليها، بيشوف المجتمع متطلباته ايه، قدره الموازنه شكلها ايه، قدره الاموال اللي هي داخل الموازنه قد ايه، علشان يقدر يهيئ المجتمع دون اعباء ماليه على الدوله وعلى الموازنة، بل بالعكس ولا على المواطن كمان يقدر يديله قدرة مالية زيادة. أكيد. أشكرك شكرا جزيلا دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف.
هذا ورحب المواطنون بحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أعلن عنها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مثنيين على القرارات الرئاسية. طبعا ده حل مشكله كبيره جدا في الازمه اللي بتمر بها الدوله دلوقتي في الحاله الاقتصاديه اللي فيها. طبعا اهتم جدا بجانبين مهمين جدا، وهو الجانب الصحي والجانب التعليمي. الجانب الصحي ان هو حدد نسبه معينه للناس اللي عاملين فيها واللي هم بيقعدوا ورديات طبعا بالليل وكده، وطبعا نفس الجانب الثاني في الجانب التعليمي اللي عاملين في عمل الجامعة او التعليم العام بشكل عموم. كل امتنان وكل شكر لسيادة الرئيس على حرصه على حمايتنا من الغلاء اللي احنا رايحين فيه، وان هو يعني حريص ان احنا نطلع لقدام وان احنا نكون مواكبين الموجه اللي بتحصل دلوقتي دي. انا سعيد جدا بقرار رئيس الجمهوريه لتخفيف الاعباء المعيشه على المواطنين وزياده الحمايه الاجتماعيه بالنسبه للمعيشه وبزياده الاجور بنسبه 50% اللي هي تبدا من 1000 ل 1200 جنيه، وانه اهتم ايضا بالصحه والتعليم وهيئه التدريس. الصراحه انا في غايه السعاده، واعتقد شعب مصر كله النهارده في سعاده غامره بسبب الاخبار الجميله اللي الرئيس السيسي بشرنا بها النهارده. الرئيس أعلن زيادة الحد الأدنى في الأجور بنسبة تصل ل 50%. الحد الأدنى للأجور بدأ يصل 6000 جنيه، وبصراحة دي حاجة جميلة جدا للعاملين في القطاع العام في الدولة. وفي حاجات جميلة حصلت للعاملين في القطاع الطبي، إن هم اتعمل لهم بدل سهر وبدل مبيت بزيادة، والعاملين بالقطاع التعليمي ما قبل الجامعي والقطاع التعليمي الجامعي زيادات جميله. الحمد لله القرار بتاع النهارده ده هو جالنا كمفاجاه سعيده لنا كلنا كشباب والسن بتاعنا. احنا يعني النهارده يكاد يكون ده خبر يعني نقلنا من مكان لمكان تاني خالص. قرارات اجتماعيه كامله شامله للمنظومه بالكامل، رفع الأجور ورفع الحد الأدنى ومساعدة المعاشات ومساعدة الغير قادرين وتكافل وكرامة، كل ما هو يخص المواطن المصري. مفاجأة من العيار التقيل بتنزل على الشعب المصري أمس تسلك صدوره من الفرحة العارمة. نشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما يشعر به للمواطن المصري البسيط. شفنا سيادته وفخامته قام بزيادة الأجور 50% لموظفين الدولة و 15% لتكافل وكرامة وللمعاشات. شفنا سيادته قد ايه حاسس ولامس الشعب المصري بيعاني وحاسس بيه على الأرض النهاردة. أنا بتوجه بكل الشكر لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإصدار أكبر حزمة للحماية الاجتماعية، ودي الحزمة التاريخية بإجمالي مبلغ بنتكلم ب 180 مليار جنيه. ده رقم مش قليل في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية اللي احنا بنمر بيها، وكمان يعني هو أدخل الفرحة على بيوت المصريين امبارح بإصدار القرارات. دايما سيادة الرئيس كده يطلع في الوقت المناسب. قرارات الرئيس قرارات قوية جدا بتنم على إدراكه، مدى إدراكه وشعوره بالمواطن المصري. زيادة الأجور 50% على وإحنا داخلين على شهر رمضان شيء عظيم، هيساعد جدا في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية اللي كلنا شاعرين بيها. فشكرا سيادة الرئيس. بالنسبة لدخول رمضان وبالنسبة للمواطن، دي فرحة لأي مواطن، وطبعا هو حاسس بالمواطن وحاسس ان هو فعلا كان بيعاني الأيام اللي فاتت، وهو فعلا كده عوضه خير. وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بقيام جميع الوزراء بالعمل على تفعيل مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وأن يقوم كل وزير بتنفيذ التوصيات الخاصة بوزارته، سواء ما يتعلق بإعداد مشروعات القوانين أو القرارات التنفيذية التي تم التوافق بشأنها. وأكد رئيس الوزراء خلال اجتماعه بمجلس الوزراء أنه ستكون هناك متابعة دورية لمختلف الملفات مع الوزارات المعنية بهدف تفعيل هذه التوصيات التي حدث توافق بشأنها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن. كما كلف مدبولي الوزراء بالتفاعل الإيجابي مع المرحلة الثانية من الحوار الوطني استكمالا لهذا النهج خلال المرحلة الأولى، موجها بأن تتم الاستجابة لأي دعوات للمشاركة في جلسات الحوار المختلفة بما يسهم في تحقيق المستهدف من هذا المحفل الوطني.
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك لجنة قانونية وفنية مشكلة بمجلس الوزراء لدراسة عروض استثمار في مشروعات مهمة من المقرر أن تدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي. كما أشار رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة إلى أنه تمت الاستعانة بمكتب محاماة عالمي، وذلك بهدف إعادة وإعداد الصياغات النهائية بشأن اتفاقات وعقود تلك المشروعات. هذا وأضاف مدبولي إلى أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل عقب الانتهاء المفاوضات مع المستثمرين، وأكد أن هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل وتشغيل الشركات المصرية وانتعاش قطاع الصناعة وتحقيق نقلة نوعية ومزايا متعددة للدولة المصرية. تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر تفقد عددا من المنظومات التدريبية الحديثة بقيادة قوات الصاعقة. استمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى عرض تقديمي لعدد من المنظومات التدريبية التي تم تطويرها وتحديثها لتوفير الوقت والتكلفة بما يحقق التدريب الجاد والواقعي لأفراد القوات المسلحة. أعقبها المرور على معرض منظومات ووسائل الرماية التي تم تطويرها محليا داخل القوات المسلحة. كما شاهد الفريق أسامة عسكر بيان تنفيذ الرماية بالذخيرة الحية داخل أحد ميادين الرماية الإلكترونية المطورة والتي عكست أعلى معدلات الجاهزية والاستعداد القتالي لأفراد القوات الصاعقة. كما ناقش عددا من القادة والضباط في أسلوب تنفيذ إجراءات الرماية والاستفادة من الوسائل التدريبية الحديثة لرفع مستوى الكفاءة القتالية، مشيدا بالأداء الراقي للعناصر المشاركة في التنفيذ. استقبل الرئيس القبرصي نيكوس خريستوليدس وزير الخارجية سامح شكري بمقر الرئاسة القبرصية. وخلال اللقاء أكد الوزير شكري تطلع مصر لمزيد من مجالات التعاون المشترك والعمل سويا لتطوير أوجه التعاون القائم، ما يجعل منه نموذجا يحتذى به في مجال علاقات التعاون بين الدول الصديقة. من جانبه أكد الرئيس خريستوليدس حرص بلاده على تعزيز علاقاتها الراسخة مع مصر ومواصلة تفعيل وتعزيز مختلف أطر التعاون التي تجمع البلدين، وشدد على أهمية البناء على ما تم الاتفاق عليه خلال زياراته المتعددة للقاهرة خلال العام الماضي. واللقاءات المثمرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي من رؤى للارتقاء بالعلاقات المتميزة بين البلدين وترجمتها إلى تعاون ملموس يحقق مصالح الشعبين الصديقين. ترأس وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره القبرصي كونستانتينوس كومبوس جلسة مباحثات ثنائية وموسعة بحضور وفدي البلدين في نيكوسيا. خلال المباحثات اتفق الجانبان على أهمية الإسراع في عقد الاجتماع الثاني للجنة العليا المشتركة بين البلدين، كما تناول أيضا سبل تعزيز التعاون في إطار آلية التعاون الثلاثي التي تجمع مصر واليونان وقبرص. وتطرقت المناقشات أيضا إلى الأزمة الحالية في قطاع غزة، حيث توافق الجانبان حول أهمية تكثيف التحركات الإقليمية والدولية لتحقيق الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في القطاع وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية اللازمة والحيلولة دون توسيع دائرة الصراع، فضلا عن إطلاق عملية سياسية تهدف إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية. افتتح وزير الخارجية سامح شكري التوقيع على كتاب كبار الزوار لوزارة الخارجية القبرصية، والذي استحدثته الوزارة كتقليد جديد للزيارات. هذا وحرص وزير الخارجية القبرصي على أن يكون شكري أول الموقعين بالكتاب الجديد، وذلك في إطار علاقات الصداقة التي تجمع بين مصر وقبرص.
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن القاهرة تستضيف اليوم جولة جديدة من المفاوضات برعاية مصرية قطرية من أجل تهدئة الأوضاع في قطاع غزة. أضافت الوكالة أن الجولة الجديدة تشمل الحديث عن صفقة تبادل أسرى فلسطينيين ومحتجزين إسرائيليين. هذا وقد أكد قيادي في حركة حماس أن وفد الحركة سيزور القاهرة لمواصلة محادثات وقف إطلاق النار مع المسؤولين المصريين والقطريين. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده ترى مساحة لمواصلة المفاوضات بين الفصائل الفلسطينية والإسرائيلية في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة. يأتي ذلك فيما يواصل مختلف الوسطاء جهودهم لبحث المقترحات المقدمة من الجانبين بغرض الوصول إلى صيغة نهائية للاتفاق. مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي دخل شهره الخامس ويتسبب يوميا في سقوط المئات من الضحايا المدنيين، تتضافر مختلف الجهود السياسية للوسطاء الإقليميين والدوليين وعلى رأسهم مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل لاتفاق يوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل. الجولة الأحدث لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى منطقة الشرق الأوسط حملت في طياتها إشارات بأن آمال تحقيق اتفاق وقف إطلاق النار ما زالت قائمة، وذلك على الرغم من تحفظه على بعض النقاط التي طرحتها حركة حماس في مقترحها للاتفاق. خلال وجوده في تل أبيب قال بلينكين إن واشنطن ترى مساحة لمواصلة المفاوضات لمعرفة ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق، وتقترح حماس وقفا لإطلاق النار لمدة 4 أشهر ونصف يتم خلالها إطلاق سراح جميع المحتجزين في قطاع غزة وسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع والتوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء الحرب، وهو المقترح الذي من المرتقب بحثه خلال اجتماعات في القاهرة لمسؤولين من مصر وقطر مع وفد من حماس بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. مقترحات حماس قابلتها محاولات للمراوغة السياسية الإسرائيلية ربما لتحقيق أكبر قدر من المكاسب، إذ رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المقترحات وجدد تعهده بتدمير حماس، مؤكدا أنه لا خيار أمام إسرائيل سوى القضاء عليها، ولافتا إلى أن الرضوخ لمطالب حماس لن يؤدي إلى إطلاق سراح المحتجزين وسيقود لأحداث أخرى مشابهة لما حدث في 7 أكتوبر على حد قوله. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باجتماع المرتقب اليوم لمجلس الحرب المصغر لبحث رد حركة حماس على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين. أشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن احتمال جيد لموافقة المجلس على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار شريطة أن تكون البنود مناسبة لتوجيه الحكومة الإسرائيلية. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مواصلة واشنطن التركيز على إعادة المحتجزين الإسرائيليين من قطاع غزة. وخلال لقاء مع عدد من المسؤولين الإسرائيليين أشار بلينكين إلى بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بجهود إعادة المحتجزين وآخر المستجدات المرتبطة بأمن إسرائيل. هذا وقد ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن أنتوني بلينكين بحث مع زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد ضرورة تحسين العلاقات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بأساليب عملية. أضافت الوزارة أن بلينكين ولابيد تبادلا أيضا الآراء حول فرص تعزيز جهود التطبيع وقضايا الأمن الإقليمي. يأتي هذا فيما أكد لابيد رغبة إسرائيل في إعادة المحتجزين في غزة والقضاء على حركة حماس.
نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق جادي أيزنكوت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يتخذ قرارات بشأن مستقبل غزة، مشيرا إلى أن الأمر يصب في صالح حركة حماس. وأضاف أيزنكوت خلال اجتماع لحزب الوحدة الوطنية أن عدم اتخاذ نتنياهو قرارات في القضايا المهمة يؤدي إلى استعادة حماس بعضا من قدراتها التي تمكنها من العودة إلى مناطق شمال قطاع غزة. أفرجت سلطات الاحتلال عن 71 معتقلا فلسطينيا من قطاع غزة، من بينهم 19 سيدة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري. أعلنت مؤسسة الأسرى الفلسطينية عن ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون قوات الاحتلال حتى نهاية شهر ديسمبر العام الماضي إلى 8800 معتقل. غزة اتدمرت، ما ضلش حاجة. أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 27840 شهيدا و67317 مصابا منذ 7 من أكتوبر عام 2023. وفي تقريرها اليومي أشارت السلطات الصحية في غزة إلى ارتكاب جيش الاحتلال 15 مجزرة بحق المدنيين في القطاع، أسفرت عن استشهاد 130 وإصابة 170 خلال الساعات 24 الماضية. وأفادت السلطات الصحية أن مجمع ناصر الطبي يتعرض لكارثة صحية وإنسانية بسبب الحصار والاستهداف الإسرائيلي، مشيرة إلى أن 300 كادر طبي و450 جريحا بالإضافة إلى 10,000 نازح في مجمع ناصر الطبي يتعرضون للقتل والجوع، وذلك وسط نقص حاد في أدوية التخدير والعناية المركزة والمستلزمات الجراحية. هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث دخل العدوان الإسرائيلي يومه 25 بعد 100 على التوالي. تستمر قوات الاحتلال في قصفها الوحشي على القطاع برا وجوا وبحرا، مخلفة وراءها عشرات الشهداء والجرحى. 125 يوما مرت على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، عدوان ما زال يحصد الأرواح حتى اقتربت حصيلة شهداء من نحو 28,000 غالبيتهم من النساء والأطفال، فيما وصل عدد الجرحى والمصابين إلى نحو 67,000، علاوة على أكثر من 8,000 فلسطيني في عداد المفقودين تحت ركام المباني المهدمة وفي الطرقات. جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن انتهاء المرحلة الأولى من العدوان التي تركز فيها القتال على شمالي غزة، ثم أعقبتها عمليات في وسط وجنوب القطاع في مدينة غزة وخان يونس التي تشهد منذ أسابيع اشتباكات عنيفة وقصفا جويا متواصلا، فيما تشهد مدينة رفح أقصى جنوب القطاع قصفا متقطعا واستهدافات مركزة، وهي التي تستضيف أكثر من 1,000,000 نازح فلسطيني تقطعت بهم السبل منذ أيام العدوان الأولى ولا يزالون في ظروف قاسية وغير إنسانية. عمليات إسرائيلية متوقعة على رفح، أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش انزعاجه منها حال حدوثها قائلا إن تداعياتها قد لا يتصورها أحد.
مجددا مطالبته بوقف إنساني فوري لإطلاق النار والإفراج عن جميع المحتجزين والأسرى. ويعيش في رفح الفلسطينية أكثر من 1,300,000 نازح وسط ظروف إنسانية ومعيشية يائسة، يعانون من نقص الغذاء والمياه والوقود وانقطاع دائم للكهرباء وخروج أغلب المستشفيات من الخدمة، فضلا عن سوء الأحوال الجوية. الجرائم الإسرائيلية على قطاع غزة لم تتوقف على قتل الأبرياء، بل طالت أيضا وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا التي تواجه حملة إسرائيلية ظالمة، استدعت من الأمين العام للأمم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الاتهامات والمزاعم الإسرائيلية. وتواجه الوكالة خطر توقف التمويل الدولي المخصص لها، مما سوف ينعكس على خدماتها للفلسطينيين خصوصا في قطاع غزة. استشهد شاب فلسطيني من بلدة كفر عين شمال غربي رام الله بالضفة الغربية المحتلة، متأثرا بجروح أصيب بها قبل نحو أسبوعين من قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها البلدة. أشارت مصادر طبية فلسطينية إلى ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس إلى 386 شهيدا. يأتي هذا فيما أصيب شاب بجروح خطيرة جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص عليه عند حاجز دير شرف في نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة. أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة ضابط جنديين في شمال إسرائيل. أضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الإصابات بصفوف الجيش جاءت إثر استهداف حزب الله قاعدة بيرانيت العسكرية في مستوطنة كريات شمونة. يستمر معبر رفح في استقبال المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين من جميع الدول بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري والفلسطيني. وفي السياق ذاته تستقبل مستشفيات العريش عددا من الجرحى الفلسطينيين ومرافقيهم لتلقي العلاج في مستشفيات العريش وشيخ زويد وبئر العبد. للمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب مباشرة من العريش. محمد، لك أن تضعنا في الصورة لديك تفاصيل المساعدات الإنسانية التي تتدفق على مطار العريش. نعم زملائي وأنا أرحب بكم مجددا من محافظة شمال سيناء وبالتحديد في مدينة العريش. وبالفعل ما زالت المساعدات تتدفق إلى معبر رفح البري. يمكن أمس كانت هناك مساعدات وصلت إلى مطار العريش الدولي. هذه المساعدات تتمثل في 3 طائرات، طائرتان من المملكة الأردنية الهاشمية تحمل على متنها الكثير من المساعدات الطبية والأدوية بحمولة تقدر ب 13 طن، وأيضا طائرة مساعدات قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة وتحمل على متنها 39 طنا من المساعدات الغذائية وأدوية وخيام ووقود. هذا فيما يخص ما استقبله مطار العريش. فيما يخص معبر رفح البري، فقد عبر من خلاله 66 شاحنة مساعدات وست شاحنات أيضا تجارية وست شاحنات، 4 منهم خاصة بالوقود وشاحنتان خاصة بالغاز الطبيعي. فيما يخص أيضا يعني حركة عبور الجرحى الفلسطينيين، فقد استقبل معبر رفح حوالي 18 حالة مرضية من الفلسطينيين، يرافقهم 31 شخصا أو 31 شخصا من ذويهم، ثم توجهوا بعد ذلك إلى مستشفيات العريش والشيخ زويد لتلقي العلاج. هذه فيما يخص المساعدات التي وصلت إلى معبر رفح سواء كان محمد. طب يعني نعم. هل ما يعبر معبر رفح يدخل بالفعل إلى الجانب الفلسطيني أم أن هناك تعنت من الجانب الإسرائيلي يعيد بعض الشاحنات؟ نعم، يعني فيما لاحظناه وما رصدناه من خلال تواجدنا من أمام المعبر، فإن يعني الشاحنات التي تعبر من معبر رفح تنطلق بعد ذلك إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة. هناك
فيما لاحظنا هناك العديد من الشاحنات عندما تعبر هناك بعض الشاحنات يعني تقوم بالرجوع مرة أخرى إلى المعبر، وذلك لرفض يعني الاحتلال الإسرائيلي عبور هذه الشاحنات إلى قطاع غزة. لا نعلم بالتحديد ما هي أسباب الرفض، ولكن بالتأكيد هناك تعنت كبير وهناك يعني إجراءات تفتيشية وإجراءات أمنية يعني يحتجز من خلالها هذه الشاحنات، يعني فيما نسميه هناك رحلة دخول المساعدات من معبر رفح إلى قطاع غزة تمر بأربع مراحل تفتيشية، يعني مرحلة تفتيش بالنظر، ومرحلة تفتيش بالكلاب البوليسية، ومرحلة تفتيش عن طريق أجهزة الإكس راي، ثم بعد ذلك مرحلة تفتيش يعني تقوم هذه يعني هذه الشاحنات بإفراغ كل حمولاتها على الأرض، وبعد ذلك يمكن لقوات الاحتلال الإسرائيلي أن تعيد كل هذه الحمولة مرة أخرى وتعيد الشاحنة مرة أخرى إلى معبر رفح. هذه يعني من بعض الإجراءات التفتيشية وبعض العراقيل والمشكلات التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي أمام دخول الشاحنات إلى الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة. أشكرك شكرا جزيلا محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا مباشرة من العريش. وصلنا مشاهدينا إلى نهاية النشرة، إليكم أهم العناوين. الحكومة تعلن البدء الفوري في تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بشأن الحزمة العاجلة للحماية الاجتماعية. مدبولي يوجه الحكومة بتفعيل مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني والتفاعل الإيجابي مع مرحلته الثانية. القاهرة تستضيف اليوم جولة جديدة من مفاوضات التهدئة، وإسرائيل تبحث الرد على مقترحات حماس لوقف إطلاق النار. مشاهدينا، وصلنا مع حضراتكم لنهاية نشرة الثالثة من التلفزيون المصري، شكرا لكم. شكرا للمتابعة ودمتم في أمان الله. إلى اللقاء.